يا صباح الخير عليكم جميعا. طيب، سويت هذا العصير بالتوت، يعني أهم مكون فيه التوت. قلت لكم قبل كده الناس اللي تعافوا من كورونا أهم حاجة إنكم ترفعوا المناعة، لأنه بتجي أعراض جانبية بعدها زي تساقط الشعر اللي قاعد يصير معاي حاليا. المهم، فالتوت مليان بمضادات الأكسدة، وحاولوا إنكم تدوروا الأطعمة اللي مليانة بمضادات الأكسدة، ادخلوا على جوجل وشوفوا. كمان الشيا، حطيت شوية شيا، حطيت أناناس، موز، إيش كمان حطيت؟ وإيوة وزبدة الكاجو بس، وحطيت عليهم ماء وخلطتهم مع بعض. المهم، طيب، اللي بيصير بعد كورونا، المناعة تنزل مرة، نخسر فيتامينات كتير زي الزنك أو غيره، وبتصير لنا أعراض جانبية زي تساقط الشعر وغيره. في ناس صارت لهم أشياء أكتر، بس اللي بيصير معي حاليا تساقط الشعر. هقول لكم كيف خففت التساقط وكيف عملت كنترول على الموضوع، لانه صراحه ما قدرت انه انا استنى. قالوا استني يمكن 6 شهور 9 شهور، لا ما قدرت انه انا اتفرج على شعري قاعد يطيح وما اسوي ولا شيء. صراحه سويت اشياء مره كتير وما زلت بسوي، وخفف التساقط الحمد لله، وبدا يطلع بيبي هير. بس يوميا يوميا بسوي أشياء غير العلاجات اللي بسويها، زي مثلا الميزوثيرابي، زي البلازما، كلهم هدول سويتهم ولقيت نتيجة الحمد لله عليهم. بس لازم تستمروا، يعني ما ينفع فجأة توقفوا، لازم التوقف. وبالنسبة للعلاجات زي ميزو والبلازما لازم توقفوها بالتدريج، لأنه لو وقفتوها فجأة ممكن يرجع شعركم يطيح. زي فكرة المينوكسيديل، شفتوا المينوكسيديل البخاخ لما تبخوه على شعركم يغسل لكم شعركم كل شيء، بس لو وقفتوه حيرجع يطيح. انا كنت اقدر يعني اجيبه، بس المينوكسيدين مره ينشف الشعر ومره يسبب تساقط فظيع يعني بعد ما توقفوه. انا ما احب استمر على شيء، يعني دائما احب شيء يكون طبيعي. فالبلازما تعتبر حاجه طبيعيه، لانه بياخذوا من دمكم وبيطلعوا الصفائح وبيحطوه على شعركم. الميزو تعتبر يعني زي الفيتامينات، برضو مفيده للشعر وتساعد انه هو يطول بسرعه. الأشياء الطبيعية الثانية اللي بسويها، الماسك اللي قلت لكم عنه أول، لسه قاعدة تجيني أسئلة عنه، حرجع أكتب لكم هو دحين. وبحط زيت الروزماري اللي قلت لكم عليه، كليل الجبل مع اللافندر.